رحلوا كلهم بسبب أمراض القلب، وكلهم رحلوا بشكل مفاجئ وسببوا حزن للجماهير. مشاهير رحلوا عن العالم بسبب أمراض القلب. تعالوا نعرف الحكاية. أولا، تعد أمراض القلب من أخطر الأمراض في العالم، واللي بتحتاج دايما متابعة طبية مستمرة وروتين حياة صحي ومنظم. رحل عن العالم كتير من المشاهير بشكل مفاجئ وبسبب أمراض القلب، وسابوا جماهيرهم في حالة حزن وذكريات بتدوم لسنوات طويلة. وفي اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب هنحكي قصة كل واحد منهم. من أشهر الفنانين اللي رحلوا بسبب أمراض القلب كان الفنان خالد صالح، اللي رحل عن عمر ناهز 50 عام، وفي سبتمبر 2014، وده كان بسبب معاناته مع أمراض القلب بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب. كمان الفنانة مديحة كامل اللي عانت من مشاكل في القلب ورحلت عن عالمنا في 13 يناير 1997، وده بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة. كمان الفنان الكبير محمود الجندي اللي اتعرض لأزمة قلبية مفاجئة اتسببت في نقله للمستشفى، ولكن فرق الحياة بعد وقت قصير عن عمر 74 عام في إبريل 2019. والفنان سمير صبري اللي كان بيعاني من مشاكل عديدة بالقلب، وقبل رحيله في مايو 2023 ب3 شهور خضع لعملية جراحية دقيقة لاستبدال صمام في القلب. كمان الفنان الشاب مصطفى درويش اللي رحل عن العالم بدون مقدمات، وكل ده بسبب ان هو كان بيعاني من بعض المشاكل في القلب، وصدم الجميع برحيله عن عمر يناهز 43 عام، وده كان نتيجة توقف في عضلة القلب بشكل مفاجئ في مايو 2023. وغيرهم كتير من الفنانين اللي رحلوا عن العالم بشكل مفاجئ وبدون انذار، ولكن سابوا وراهم العديد من الاعمال الفنية اللي هتفضل محفورة في قلوب محبيهم وسايبة بصمة في تاريخ الفن المصري.